من يضع القوانين؟ لم نختارهم، بل أتوا عنوة ويضعوا القوانين لصالحهم ويرمون بكامل العبء علينا. فهل يجوز للمتزوجة أن تتحايل لأخذ معاش أبوها، خصوصا لو لم تتوفر أو لم توفر الدولة لها ولزوجها عمل، وهذه الأموال في الأصل هي ملك أبيها، حيث تستقطع الدولة مبلغ التأمين من راتب الموظف حتى يأتي الله بمن نختاره ليحكمنا، وبالتالي تكون القوانين ملزمة لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. للأسف الأخت السائلة تسأل وتقرر، يعني وتقرر تضع النتيجة، وده لا يصح في السؤال، يعني لأن الأول أن تقول الذين يقررون والقوانين وكذا، يعني ده كلام طبعا. حتى إذا صح، إذا وجد في دولة ما من يضع لها القوانين بغير الشرع بغير الحق، الأولى أن تسعى لتغيير هذه القوانين بكل وسيلة مشروعة، ده رقم واحد. لكن نحن نتحول، هم بيسرقوا فنسرق أبالهم، هم بينصبوا فننصب أبالهم، هذا ليس منطقا نحكم به على الأمور. ده الأمر الأول. الأمر الآخر، قضية التأمينات والمعاشات، هذه قوانين وإن كان فيها خطأ وتحتاج إلى تصويب، لكن على الناس أن يلتزموا بها إلى أن يغير فيها، إلا إذا كان يقع عليه حيف واضح، ففي هذه الحالة عليه أن يسعى بكل وسيلة مشروعة لنيل حقه والتعويض عن هذا الحق. الأمر الثالث، هي بتكون متزوجة، وقوانين المعاشات لا يعطي المرأة المتزوجة لأن لها عائل، المرأة المعيلة لا تحتاج إلى معاش والقانون لا يعطيها هذا الحق. فتقول نحتال لأخذ كذا، لا يجوز الاحتيال إلا إذا كان احتيالا لأخذ حقك الذي اغتصب منك أو منع منك بعد محاولتك في كل وسيلة مشروعة بها ولم توفق إليها. هي ترى أن هذا حقها، فتستطيع أن تفعل هذا العمل من أجل أن تسترد حقها. من الذي يقرر أن هذا حقها؟ هي؟ يبقى كده تحولت هي إلى قاضي ووسيلة تنفيذية وتشريعية وكل شيء، ما ينفعش. في قانون بيحكمها ويحكم الناس في قانون المعاشات، لا يعجبها وتريد التغيير، فلتذهب إلى كل وسيلة مشروعة لتغييره، لكن ما نحتلش بما لا يجوز لنا شرعا. نعم.